شو صار اليوم رح يكون عن الاعتقالات الأخيرة التي شهدتها جامعة حلب في المناطق المحررة؟ بعد ساعات من تهديد الطلاب بنقلهم بباصات خضراء إلى مناطق أخرى، قامت هيئة تحرير الشام باعتقال طلاب من جامعة حلب في المناطق المحررة في ظل استمرار الاحتجاجات الرافضة لقرار ما يسمى حكومة الإنقاذ بالإشراف على هذه الجامعة وباقي الجامعات. أين هم الطلاب الآن؟ وهل تقوم حكومة الإنقاذ بفرض قراراتها بالقوة على الجامعات الخاصة؟ وإلى أين تسير الاحتجاجات خلال الأيام القادمة؟ هو موضوعنا اليوم بعد هذا التقرير. لم تمضي ساعات على هذه التهديدات حتى قام عناصر من تحرير الشام باعتقال مجموعة من الطلاب من جامعة حلب الحرة في إدلب. وكانت شرارة الخلاف قد بدأت بعد رفض طلاب كلية الطب في جامعة حلب بالمناطق المحررة نقل معدات جامعتهم ووضعها تحت إشراف وإدارة ما يسمى حكومة الإنقاذ. لا تعد هذه الاحتجاجات الطلابية أمرا استثنائيا، فقد شهدت إدلب في الآونة الأخيرة عددا من الوقفات الاحتجاجية كان أشهرها ما عرف باحتجاج المريول الأبيض الذي قام به عدد من طلاب جامعة الإنقاذ الدولية بعد قرار بتعليق الامتحانات. من جانبها أكدت ما تسمى حكومة الإنقاذ أنها لن تتراجع عن ضم الجامعات الخاصة، وأن هذا الأمر لن يطال الكوادر التدريسية والطلاب، بل هي عبارة عن إجراءات إدارية، في حين هناك من يرى أن هذه الإجراءات تأتي في محاولة لفرض الاعتراف بمؤسساتها التعليمية بدل مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة. ويخشى الطلاب من أن تدفع هذه السياسات القسرية ببعض الجامعات لترك مقارها والانتقال إلى مناطق أخرى، وهو ما قد يحول دون إكمال دراستهم الجامعية. ويبقى السؤال المطروح الآن، ما مصير الطلاب المعتقلين؟ وهل تتصعد هذه الاحتجاجات الطلابية في الفترة القادمة؟ الحديث أكثر حول هذا الموضوع رح يكون معنا عبر السكايب بشير جمال الدين، هو المتحدث باسم مكتب الطلبة في جامعة حلب في المناطق المحررة، وعبر الهاتف زكريا الظلام وهو عضو اللجنة العليا لإدارة وتشغيل جامعة حلب في المناطق المحررة، وأيضا بالاستوديو رح يكون معنا جهاد العويد وهو خبير في شؤون التعليم. مساء الخير لكم جميعا. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم جميعا. قبل ما نبدأ حديثنا رح أرجع أذكر مشاهدينا بسؤال حلقة اليوم، بعد اعتقال عدد من طلاب جامعة حلب في المناطق المحررة هل تتصاعد الاحتجاجات الطلابية في باقي المناطق المحررة؟ هذا السؤال موجود على صفحة تلفزيون سوري على الفيسبوك وأيضا على اليوتيوب. أبدأ معك أستاذ بشير، مساء الخير. عم تسمعنا؟ أستاذ بشير واضح أنه صوت متأخر. ننتقل للأستاذ زكريا، مساء الخير عم تسمعنا؟ مساء النور، الله يسعد مساكم. استاذ زكريا، يعني بعد التهديدات تم اعتقال دكتورين بهي الجامعه باول يوم تم في التهديد، هل برايك انه ممكن يتم اعتقالات فيما بعد؟ وقديش فعلا يعني ماذا تعني هذه الاعتقالات؟ انه حكومه الانقاذ ما ممكن تتراجع او انه عم تبحث عن حل بديل؟ والله انا يعني حسب خبرتي انهم سيعتقلون كل من يرفض الانضمام إليهم. أنا اجتمعت معهم منذ عام 2015 أثناء البدء بتشكيل جامعة حلب، واجتمعنا مرة ثانية من أجل توحيد العمل الجامعي في المناطق المحررة في شهر 11 من 2016، فكانوا دائما يريدون أن يضعوا كل شيء بين أيديهم وأن يتم كل شيء كما هم يرغبون، لذلك لا أعتقد أن هناك أي تراجع. اعتقلوا عددا من الدكاترة، اعتقلوا الدكتور أحمد طويل خرج اليوم، دكتور عماد خطاب ما زال معتقلا، محاسب الجامعة أحمد بلو اعتقل وأفرج عنه بعد ساعات وتم اعتقاله، الآن ما زال معتقل له من يومين.
زكريا القريوي من الجامعة استدعي اليوم للتحقيق وإلى الآن لم يعد. هناك ملاحقات وتهذيب لمدرسين معهد الطب في ثرمانين. يعني باختصار هم يريدون أن يضموا الجميع تحت إبطهم، أن يخضع الجميع، أن يكون التعليم العالي خاضعا لهم. وطبعا هناك الكثير من يختلف معهم إيديولوجيا ولا يقبل بأن يعتبر من هذا الفصيل. نحن عندما أسسنا جامعة حلب في المناطق المحررة أبعدناها عن كل نزاع سياسي أو نزاع عسكري أو نزاع إيديولوجي، لأن كان الهم الأساسي هو تعليم الطلاب. لكن أستاذ زكريا، هل فعلا في حدا قادر أنه يوقف بوجههم؟ يعني هم الطرف الأقوى حاليا على الأرض، ما حدا عم يقدر يوقف بوجههم؟ لا، الحقيقة لا، يعني لا أحد يستطيع أن يقف بوجههم، لأن السلاح هو المنطق، السلاح هو ما يتمسكون به وما يحاورون به. نعم، كملي معك نحن أستاذ زكريا، وصلت الفكرة. بدي انتقل للأستاذ بشير لنأخذ معلومات أكثر حول موضوع اعتقال الطلاب، ومن أي كليات هم وأين هم حاليا؟ نعم، بالأمس يعني حصل عملية اعتقال لأحد الطلاب، يعني دخل المسلحون إلى مبنى الكلية واعتقلوا أحد الطلاب من حرم الجامعي في الأتارب. يعني عمليات الاعتقال واضح ما هو الهدف منها، يعني ربما تتعدد أسبابها الآنية واللحظية، يعني أو ربما تتعدد الحجج وتختلف كل مرة حجة جديدة لتتم عملية الاعتقال، لكن واضح الهدف النهائي من هذا الأمر. الهدف النهائي هو إرهاب الطلاب وتخويفهم حتى يعني يتوقفوا عن الحراك الطلابي المناهض. هل في عدد محدد لهؤلاء الطلاب ومنين هن، من أي كليات تحديداً؟ طبعا احنا اللي تم اعتقاله بالامس هو واحد فقط من الطلاب، وطبعا اخرجوه بعد نصف ساعه. لكن يعني هي عمليه الاعتقال بحد ذاتها لها يعني لها اثر نفسي على الطلاب، دخول مسلحين الى الكليه، يعني حتى لو طالب بعد نصف ساعه، لكن يعني هو طلع يعني مو لانه يعني الجماعه جيدين اللي طالعوه، يعني الى الان هم محتفظين بالدكتور عماد خطاب وبالاستاذ احمد بلو بعد ما طلعوه ردوا اعتقلوه مره ثانيه من الكوادر الإدارية في الجامعة. لكن نعم، الفكرة بالتأثير النفسي الذي ينعكس على الطلاب عندما يعني تتم سيناريو يتكرر لما فعله النظام في بداية الثورة مع بالجامعات. أيضا رح نرجع لك أكيد بشير لتحكي لنا أكثر قدر ممكن عن الموضوع. بدي أرجع للأستاذ جهاد، يعني لماذا تصر حكومة الإنقاذ على موضوع الجامعات بهذا الوقت؟ هو يعني الهدف عملية الإشراف على هذا الأمر، لكن عملية الإشراف نحن إذا بدنا نوصفها بشكل عام، عملية الإشراف هي ضرورة للمؤسسة التعليمية من أجل تطويرها طبعاً، من أجل تمييزها، من أجل الحفاظ على موقعها. هي عملية تواصل وتفاعل بين أركان العملية التعليمية، إلى وظائف إدارية، إلى وظائف بحثية، يعني على كل الأصعدة. أما الأمر اللي عم بيصير حالياً في إدلب هو مأساة، هو كارثة. يعني نحن كنا نحكي مشاكل الطلاب سابقاً، حكينا قبل موضوع الاعتراف، حكينا في غير نوعي طلابنا. اليوم نحن صرنا في مشكلة أكبر، يعني تشبيح طب لا نحن بغض النظر عن الأمر اللي عم يتم، أنت اليوم صارت عندك مشكلة في البنية التعليمية اللي موجودة في الجامعة، أنت صارت عندك مشكلة في جودة التعليم، أنت صار عندك أثر نفسي سلبي عند الطلاب، أثر نفسي سلبي عند المدرسين، تمام؟ يعني أنت اليوم أنا تابعت وتواصلت وسألت الطلاب، وأتسمعوا أنه الحكومة المؤقتة أصدرت قرار ولكن لم ينفذ لنقلها إلى الريف الشمالي. الطلاب ركضت وراح تسحب أضابيرها، خايفة على مستقبلها، السنوات اللي درستها. صحيح ما في اعترافات، ولكن الطالب يعني الرمد أفضل من العمى، يركض ويدرس ويتعب، احتفظ في إضبارته وطلع فيها يركض، يجتوا العناصر هات الأضابير بده ياخدوها، رجعوا الطلاب على الجامعات حطوا الأضابير في الجامعات. يعني صارت مؤلم. مأساة على كل العملية التعليمية، وبالتالي صار عنا خلل. يعني بالعادة أي قرار إذا في يعني هني رايدين يشرفوا، وإذا كانت النية إيجابية أي قرار يتخذ في الصيف ما بعد العملية التعليمية، مو أثناء موسم العملية التعليمية. نحن انتهى الفصل الأول، حاليا بالفصل الثاني. طيب الطلاب شو بدها تساوي؟ كيف بدها تدرس؟ العملية التعليمية توقفت، بعض المدرسين الكوادر خرجت، ونحن بحاجة لكوادر، تمام؟ الطلاب صارت تعيش بحالة عدم استقرار. صح. هذا الأمر كله يعني ينعكس وين؟ ينعكس على جودة العملية التعليمية يلي هي موجودة، وعلى الطالب أكثر شيء. يمكن أستاذ بشير أكثر حدا ممكن يوصف لنا اللي عم يصير حاليا، يعني بعد التهديدات الأخيرة، هل ستستمرون في الاحتجاج على قرارات ما يسمى بحكومة الإنقاذ؟
نعم يعني هذه الإجراءات التي تقوم بها حكومة الإنقاذ يعني لن تؤثر على موقف الطلاب. موقف الطلاب واضح جدا. هذه ليست المرة الأولى التي يقومون بها بأعمال تعسفية ويعني ومحاولات لإرهاب الطلاب. يجدر الإشارة إلى أنه بالأمس يعني في الساعة تقريبا 11:30 ليلا اتصلوا أمنية الهيئة باثنين من موظفين الجامعة وطلبوا منهم أنه يسلموا الإضبارات الطلابية في مدينة الأتارب لحكومة الإنقاذ وإلا سيتم اعتقال الموظفين. المسألة بهذا الوضوح. التعامل الأمني بحت جدا. يتصل أمنيون من قبل الهيئة ليطلبوا من القادة الإدارية تسليم الأوراق والإضبارات إلى حكومة الإنقاذ. القصة بهذا الشكل تماما. طبعا اليوم اضطر الموظفون لتسليم هذه الإضبارات خوفا على سلامتهم. طبعا نعم. احنا يعني ما بنقدر نحمل الموظفين مسؤولية الأمر لأنه هن يعني فعلا مجبرين. نعم. يعني نعم. ممكن الشخص اللي يعتقل ما ينعرف شو مصير الدكتور يعني عماد يعني الموضوع يعني بالقمع والسلاح فطبيعي تكون هي ردات الفعل. رح نرجع لك اكيد بشير. استاذ زكريا يعني شو اللي انتم هلا عم تقرروا انه او شو اللي ناويين انه تعملوا للتعامل مع قرار ضمكم لاشراف حكومه الانقاذ؟ هل في نيه مثلا لنقل الجامعه الى مكان اخر او الاستنجاد باحد الدول؟ طبعا نحن لا يمكن ان ننضم الى مجلس تعليم عالي ادلب لأن له صفة محددة لا تسمح للداعمين بالتعامل معنا فيما إذا كنا ضمن هذه التركيبة. لذلك الحقيقة بدأنا بنقل الكليات. تم نقل كليات معرة النعمان وهي كلية الصيدلي والزراعة والتربية والشريعة والآداب، واليوم تنقل الكليات من الأتارب وهي كلية الحقوق والتربية والآداب الاقتصاد العلوم السياسية المعلوماتية وكلية العلوم. وهناك تم نقل ثلاث معاهد، هي معهد التقاني للإدارة والإعلام، معهد التقاني للإدارة، معهد الحاسوب. غدا سيصدر قرار بنقل كلية الطب البشري وكلية طب الأسنان إلى مارع. وطبعا سيحدث بعض التأخير في دوام الطلاب في كلية طب الأسنان لأنهم للأسف استولوا على التجهيزات. هم يدعون أننا سرقنا أضابير الطلاب وهؤلاء هم طلابنا بالأصل، ولكن لا ينظرون أنهم سرقوا التجهيزات التي أرسلت من متطوعين. هذه ليست أملاك عامة حتى يستولوا عليها، هي أملاك أشخاص قدمت لطلاب جامعة حلب في المناطق المحررة، وعندما يأتوا ويستولوا عليها ألا تعتبر هذه سرقة؟ ألا يوجد لديهم شرعي يقول أن أخذ هذه الأموال حرام؟ نعم. لن نستطيع. أستاذ زكريا أنا حابب أخذ رأي الأستاذ بشير حول ما ذكرته بنقل الكليات. أستاذ بشير كطلاب ما رأيكم بتلك الخطوة؟ موضوع نقل الكليات يعني يسبب متاعب كبيره للطلاب ويعني يسبب عقبات يعني واشكاليات في موضوع التنقل الى ريف حلب الشمالي. يعني لا يوجد سكن مجهز للطلاب، يعني حتى الكليات نفسها يعني في يعني لم يتم تجهيزها بعد بشكل كامل. تجهيز المخابر هو من اصعب الامور. يعني نحن كان لدينا في كفر تخاريم يعني مخبر مجهز بشكل جيد جدا وبمعدات حديثة وأدوات جيدة جدا لطب الأسنان، تم الاستيلاء عليها من القبضة الأمنية التابعة للهيئة وتم تسليمها لحكومة الإنقاذ. طبعا تجهيز المخابر يعني أمر صعب ومكلف جدا، بالإضافة أن مسألة تنقل الطلاب إلى ريف حلب الشمالي أيضا يشكل عقبة إضافية. الطلاب متمسكون في جامعة حلب بتبعيتها الحالية إلى الحكومة السورية المؤقتة. أود الإشارة إلى كلمة يعني قالها الدكتور زكريا. يعني نحن يعني نرفض تماما الاتهامات التي توجهها ما يسمى حكومة الإنقاذ إلى الحكومة المؤقتة بأنها تسرق إضبارات الطلاب وما شابه. نحن اللي سجلنا أوراقنا عند الحكومة المؤقتة ونحن راضون عن ذلك، واحتفاظ الحكومة المؤقتة بهذه الأوراق هو يعني مطلب طلابي. ولكن للأسف بشير يعني وكأنها الخصم والحكم يعني هي اللي عم تسيطر على كل شيء. رح نرجع أكيد نحكي معكم بهذا الموضوع بس رح نشوف بعض التعليقات حول هذا القرار. تم اليوم اعتقال كادر إدارة جامعة حلب الحرة من قبل حكومة الإنقاذ، كل من الدكتور عماد الخطاب النائب العلمي، الدكتور أحمد طويل عميد كلية العلوم السياسية.
نصيحة لوجه الله، لا تتظاهروا لأنه ما رح ينفعكم أبدا هالشي، لأنه الجماعة أخذوا قرار وانتهى كل شيء وخلاص. أما الاستسلام أو الخروج برا إدلب، يعني إما عزاز وعفرين وجامعة الإنقاذ قبلكم خير مثال، ضلوا يتظاهروا بالأخير سكتوا. وفقكم الله، لعل الطاغية يستفيق من حلمه وهالته التي وضع نفسه بها. اعلم يا مجد الحسن أن تراجعك عن خطائك فضيلة. نحن طلاب الجامعة الدولية للإنقاذ معكم قلبا وقالبا، وهدفنا واحد ومشترك هو ينكفي تعليمنا. أستاذ جهاد، بدي أرجع لك، هل برأيك الإجراءات اللي عم تقوم فيها حكومة الإنقاذ هي محاولة لفرض نفسها من قبل الدول الأخرى بدل الحكومة المؤقتة مثلا؟ خلينا نقول إذا بدنا نحكي على الجانب التركي. هلا السياسة اللي عم تتخذ في هذا الأساس والسيطرة على العملية التعليمية والسيطرة على المؤسسات وكل ما فيها من بنية تحتية إلى آخره، يعني برأيي أنا إلى عدة أسباب، خلينا نقول أسباب سياسية، يعني خلي يكون هن واجهة مدنية، يعني خاصة أنه ما في أي اعتراف في 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 هذا الجانب اللي هو حاليا مسيطر على إدلب. ايضا انا برايي اسباب اقتصاديه، يعني هي جامعات عم يجيها دعم والى اخره. ايضا برايي اخر اسباب اجتماعيه، يعني هذا الامر، هي الجوانب الاساسيه هن عم بيسعوا للسيطره عليها، واذا موجود اسباب خفيه الله اعلم هن ايش المقصد من وراء هذا الامر. ولكن الكارثه كبيره جدا، يعني الكارثه كبيره جدا على الطلاب، يعني هن اذا عم بيتحججوا بحجج اللي انا فهمته وسمعته وسالت وتواصلت أنه حجج فساد مثلاً، عم يتحججوا بحجج أخرى للسيطرة على هاي المؤسسة التعليمية. ما هي الحكومة المؤقتة بال2015 تواصلوا مع جامعة حلب الحرة وأنه يكون عملية توافق، ويكون هالجامعات والعملية التعليمية هي منفصلة عن العملية السياسية بشكل عام، بعيدة عن السياسة، وهي مهتمة بالطلاب بتعليمهم وإنتاج عنا كادر شباب نحن بحاجة إله والوطن بالمستقبل بحاجة إله. رفضوا هذا الموضوع رفضا باتا. أيضا بال2017، ويمكن الشباب اللي عم بيسمعوني بيعرفوا هذا الأمر، حاولوا الاتفاق وتم الاتفاق، ولكن بعد شهر تم نقض هذا الاتفاق اللي موجود. يعني فهنا الجماعة ما بدهم، يعني خلاص نحن بدنا نسيطر على كل المفاصل الموجودة سواء في العملية التعليمية أو المفاصل الاقتصادية أو المفاصل الخدمية، كل شيء عندهم قرار تمام متخذينه، لابد من السيطرة مهما كانت الحجج، مهما كانت الأسباب، مهما كانت التكلفة. لا يستطيعون تنحية الجانب التعليمي، يعني بالنسبة لك لازم على هو مفت من كلامك أنه بدهم يسيطروا على كل شيء. المتوجه هن اللي فهمتوا سيطروا أيضا على كثير من المفاصل الاقتصادية وكثير من القطاعات الخدمية، ولا بد أنه يكون التعليم، لأنه التعليم يضم الشريحة المثقفة، التعليم يضم الأساتذة الجامعيين اللي موجود دين. تمام، هذا له تأثير في الرأي العام. تمام، أيضا كواجهة، واجهة مدنية أمام العالم أنه نحن عنا تعليم وعنا جامعات وقائمين على هذا الأساس. رح أرجع للأستاذ بشير، يعني أحد التعليقات أشار لموضوع عدم فائدة هذه الاحتجاجات، طبعا أنت ذكرت قبل قليل أنكم مستمرون، هل توافق على رؤية من قام بالتعليق؟ احتجاج بهدف كتابة التاريخ. يعني حكومة الإنقاذ في السنة الماضية واجهت تهم بالفساد المالي لدى جامعة حلب، لدى رئيس جامعة حلب، ويعني كانت تحاول السيطرة على الجامعة في يعني تحت إطار هذه أو تحت غطاء هذه الحجج. في الحقيقة عندما نخرج كطلاب ونتظاهر ونطالب ب يعني باستقلالية جامعة حلب عن الحكومة، عن حكومة الإنقاذ، فنحن نكتب التاريخ بأننا رافضون، وفي حال سيطرة القوة فنحن نكتب التاريخ بأن حكومة الإنقاذ يعني خالفت المطالب الطلابية وخالفت رغبات الطلاب وقامت بالسيطرة بالقبضة الأمنية على الجامعة. فنحن هنا نكتب التاريخ، وعندما نكتب التاريخ لا مجال للتراجع أبدا. يعني نعم، نتمنى لك أكيد السلامة بشير لك ولجميع زملائك. بدي انتقل للأستاذ زكريا، هل ممكن يكون في أي وساطة حاليا تبذل لحل هذه المشكلة؟ يعني فينا نقول أنكم أنتم ممكن تكونوا عم ترهنوا بهذا الوقت على موضوع استمرار الاحتجاجات من قبل الطلاب؟ والله احتجاجات الطلاب يعني هذا شأن خاص بهم، وهم بالفعل يكتبوا التاريخ بمواقفهم البطولية. أما وجود وساطة فأنا لا أجد عقلاء بالطرف الآخر. الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل لو كان لديهم قليل من الحكمة لما تصرفوا كذلك، لذلك لا فائدة من الحوار معهم. وكما سبق وقلت أن المنطق الوحيد هو منطق البندقية الذي يعتمدون عليه. أما مصلحة الطلاب ومصلحة الشباب، طلاب وصلوا إلى السنة الرابعة، هذه السنة سنة تخرج،
كما قال زميلي لو أنهم انتظروا حتى نهاية العام الدراسي. يعني في طلاب هاي ثاني ربع سنة وبعد أشهر سوف يتخرجون. أوقفوا كل ذلك وهم قاصدون هذا. أستاذ زكريا بدي أرجع شوي لهم. للجزء الأول من السؤال، ما ممكن تحاولوا أنه تضغطوا عليهم عن طريق وساطة دولية من أي دولة ممكن تمون أو تقدر تأثر حتى فيهم؟ لا لا أعتقد، لا أعتقد أن مثل هذا السبيل مفتوح أمامنا. طيب أستاذ جهاد، يعني ما هو الحل برأيك بما يضمن مستقبل هؤلاء الطلاب؟ هلأ يعني وساطة دولية أكيد ما أحد راح يتدخل في هذا الموضوع، يعني إحنا بنعرف شو الوضع الموجود في إدلب، ولكن أنا يعني برأيي وأنا طالب أوجه كل الطلاب والسيد بشير يمكن عم يسمعنا أنه يضلوا إيد وحدة يطلعوا مظاهرات في وجه هذا القرار، لأنه الجامعات بدون طلاب هي لا شيء، هن عصب الجامعات أنه يتفقوا مع الأساتذة الجامعيين اللي موجودين المدرسين اللي موجودين على قرار واحد على روح وحدة. ربما يكون الثمن كبير، ولكن برأيي هو هذا الحل الوحيد أو الإضراب، عدم الدوام. يعني جامعة من غير طلاب أكيد ما في عنا عملية تعليمية، ما في حل آخر. الحل اللي اتخذته الحكومة المؤقتة أنه كحل بديل، وهو يعني آخر شيء اتخذوه إذا فشلت كل الأمور وكل الحلول مع الطرف الآخر أنه ينقلوها للشمال، ولكن هو حل جزئي صحيح، ولكن في صعوبة على الطلاب. تفهمنا الشباب فيهم يجوا البنات طيب في هذا الأمر، صعوبة التنقل، صعوبة المسكن في الشمال. يعني أنت اليوم أمنت مقرات تمام، طيب وين المخابر؟ مخابر صعب توجد خاصة للكليات العلمية مثل الطب والصيدلة والهندسة، السكن صعب يتأمن، في عنا صعوبة كبيرة. لابد من الطلاب يضلوا، أرجع كرر، على إيد وحدة أو التوجه إلى الشمال السوري، هذا الحل الأخير. الأخير بشير، فيك تعلق على هذا الموضوع؟ يعني فيك إذا حابب توجه رسالة من خلال هذا المنبر. نعم، نحن طبعا غدا صباحا سيكون لدينا يعني وقفة احتجاجية ومطالبة فورية لما يسمى حكومة الإنقاذ والقبضة الأمنية بالإفراج الفوري عن دكتور عماد خطاب والأستاذ أيضا المسؤول المالي في رئاسة الجامعة، وأيضا بقية يعني الكوادر الذين تم اعتقالهم وتوقيفهم على يعني خلفية الأمور التي حصلت مؤخرا. نحن طبعا مستمرون في احتجاجاتنا. أود أن أشير إلى نقطة، يعني القضايا الكبرى تستمد يعني تستمد ثوريتها من كونها محقة، ولا تستمد ثوريتها من يعني من مدى إمكانية تحقيق النتائج. فنحن ربما يعني القضاء الأمنية قد تتغلب ولو بشكل جزئي على المطالب، لكن بشكل أو بآخر نحن مصرون على كتابة التاريخ بالشكل الصحيح، وعلى أن توثق هذه الأحداث على أنها يعني محاولات من حكومة الإنقاذ إلى التغلب على كافة المؤسسات. يعني نحن بالأمس رأينا بيان تم تسريبه مما يسمى حكومة الإنقاذ، تم تسريبه يعني نوع من جس النبض، يتضمن أنه ما راح يكون في اعتراف بالفترة القادمة المؤسسات في مدينة إدلب والمناطق التي تسيطر عليها عنوة حكومة الإنقاذ لن تعترف بالبكالوريا التي يعني يأخذها الطالب من المناطق في درع الفرات، يعني والتي يأخذها عبر مؤسسات الحكومة المؤقتة. طبعا يعني هو كان بارح بيان على شكل أنه بيان مزور، لكن هو لجس النبض يعني تمهيدا لسن قانون أو يعني لإصدار بيان رسمي بهذا الأمر. نحن مصرون على موقفنا، مصرون أن نكون ثابتين على هذا الموقف. يعني نحن نرحب بأي مبادرة سواء كانت دولية أو مبادرات محلية من الأكاديميين، لكن في الحقيقة لسنا متفائلين جدا بأن هناك حل يعني توافقي سوف يكون، لأنه حكومة الإنقاذ تتعامل بشكل رخيص جدا. يعني اليوم الدكتور زياد عبود يحاول أن يدخل على الغرف يعني غرف الواتساب وما شابه الغرف الطلابية ليحاول أن يقنعهم بشكل رخيص جدا بأن ينتقلوا إلى الجامعات التابعة لحكومة الإنقاذ، وغدا سيكون لديه جولة أيضا لمحاولة إقناع الطلاب بشكل رخيص جدا. يعني سوف يتحدث عن تنزيل الأقساط الطلابية، وسوف يتحدث عن هذه الأمور متناسيا الطريقة التي يحاولون السيطرة فيها على التجارية. يعني نتمنى لكم التوفيق بشير، والسلامة لك ولكل الطلاب الموجودين هناك. بالنسبة لسؤال حلقة اليوم، بعد اعتقال عدد من طلاب جامعة حلب في المناطق المحررة، هل تتصاعد الاحتجاجات الطلابية في باقي المناطق المحررة؟ النسبة كانت نعم 66% ولا 34%، يعني النسبة تطابق كلامك بشير. تعليق أخير أستاذ زكريا. أنا أدعو الطلاب إلى استمرار احتجاجاتهم
فكما قلت هم يسطرون تاريخا جديدا لسوريا وللثورة السورية. ولكن عندما نرى أن هذه الاحتجاجات لن تفيد وعندما تزداد القبضة الأمنية، فأنا أيضا أدعو الطلاب إلى الالتحاق بكليات الجامعة في منطقة عزاز. صحيح أنها ستحتاج إلى وقت من أجل تجهيز المخابر، ولكن لو تأخرنا عدة أشهر إلا أننا سنستمر وسننطلق كما أسسنا المخابر مرة أولى، سنؤسسها مرة ثانية. لذلك وسنؤمن، سنعمل على تأمين نقل الطلاب وإقامة مدن جامعية أو مساكن جامعية للطلاب. إن شاء الله أهم شيء ما تتأثر مثل ما ذكرت العملية التعليمية. نتمنى التوفيق لكل طلابنا بهي المناطق. بدي أتشكر بالنهاية كل من بشير جمال الدين المتحدث باسم مكتب الطلبة في جامعة حلب في المناطق المحررة، وزكريا الظلام هو عضو اللجنة العليا لإدارة وتشغيل جامعة حلب في المناطق المحررة، وأخيرا جهاد العويد وهو خبير في شؤون التعليم. شكرا كثير لكم جميعا. رح نروح لفاصل قصير وبعده منتابع.